أنا الآن أتواجد في محطة حقل عودة النفطي في منطقة تربستي، تم استهدافها الآن من قبل مسيرة تركية. طبعا هذه صور مباشرة وحصرية من مكان الاستهداف، يعني كما تظهر لنا النفط في كل مكان جراء الدمار الكبير الذي لحق بهذه المحطة. منذ ليلة البارحة سلسلة من الاستهدافات والغارات عن طريق الطائرات الحربية والمسيرات التركية تتم على المنشآت والمحطات النفطية في الشمال السوري، وأيضا المرافق الخدمية وأفران الخبز. أكثر من 80 موقعا تم استهدافه من قبل تركيا منذ ليلة البارحة. أيضا هناك عدد من المدنيين فقدوا حياتهم جراء هذه الاستهدافات، وهناك أكثر من 25 مدني جريح جراء هذه الاستهدافات. كما تظهر لنا هذه صور خاصة لقناة الغد من مكان الاستهداف، يعني أعمل زوم. النيران لا تزال مشتعلة في محطة العودة، هناك دمار كبير في المحطة. جميع المحطات النفطية بدءا من مدينة ديريك مرورا بشل آغار، ميلان، القامشلي، عمودة، تربسبية، وصولا إلى ريف حلب الشمالي تم استهداف المرافق الخدمية والمنشآت والمحطات النفطية من قبل تركيا.